بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفه كيفاش نضبطو نستعملو ريجيلاتير ليميتاتير فيتس، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي كل مرة نشوفو الأخوة الكرام يطرحوا تساؤلات، تخرج له حاجة كيما هذه في الكومنتير تاعو يقول لك واشنو هذا ما عرفتهاش. هذه يعني راهي تاع ريجيلاتير فيتس، كي نجو نشوفو الجهاز تاعكم راه مضبوط على ريجيلاتير فيتس الجهة التحتانية. كي نرجعوه لوضعية الصفر يكون عندنا زوج خطوط بيض، كي ندوروه للتحت يولي عند ريجيلاتير فيتس مكتوبة خوزيغ. كي نعاودو نطلعوه لفوق تتبدل حتى في الكونتير يتبدل. شوفوا الساعة هذه وقدامها 100 كيلومتر في الساعة، معناها راه في وضعية ليميتاتير فيتاس، السرعة القصوى تاع السيارة ما تتجاوزش 100 كيلومتر في الساعة. كيفاش نستعملوها؟ نحطوا جهاز تحكم في الوضع هذا، وروها فوق، شوفوا نقطة بيضاء واحدة فوق. عندنا الساعة هذه عندنا قدامها سات موا والفوق سات بلس، وهنا عندنا علامة تاع بوز. هذه كيكون جهاز التحكم في الوضعية هذه منا تأكتيفي وديزاكتيفي برك كي تكون في الطريق وسرعة ما تحبش تتجاوز لك 100 كيلومتر كيما راهي مضبوطة، تضغط هنا فقط تولي السيارة تمشي بطريقة عادية. تحب تزيد لها عندك هذه فوق وهذه لتحت، تزيد فوقانية تزيد كيما شفنا هنا، هي حداها سات بليس يعني تزيد في الليميتاتير فيتس. مثلا راهي 100 تحب تبدلها من فوق كي تضغط ها راهي بدات تبدل 101 102 103 والعكس من تحت كي نضغطو من الجهة التحتانية راهي تنقص رجعت للمية كما كانت وتضبطها انت كما تحب. فيما يخص الوضعية الثانية اللي تحدثنا عليها في اول الفيديو، كي نرجعوها هنايا لتحت معناها رانا في ريجيلاتير فيتس، يعني كي تكون في الطريق تزيد السرعة وتنقص السرعة غير منا برك. مثلا راك تمشي سرعة 120 وحبيت تستعمل هذه وراه الجهاز مضبوط في هذه الوضعية وضعية ريجيلاتير فيتس، تضغط منها على زر التشغيل هذا هو وتنحي رجلك على الاكسيديراتير وتضغط منها من الجهة الفوقانية. يعني دروك السيارة راهي في حالة استاسيون ما نقدروش نستعملو، يعني كي نضغط عليها يخرج لي ميساج في لافيشير واش يقولك؟ يقولك ريجيلاسيون دو فيتيس امبوسيبل فيتيس ترو فابل، يعني لازم تكون السيارة تمشي باش تقدر تفعل الخاصية هذه وهي خاصية مفيدة على كل حال.